مرحبا، اسمي فاطمة عبد القادر، عمري 20 سنة، سكان الزرقاء. أنا خلصت توجيهي وقعدت في البيت مدة شهرين، فصديقة والدتي شافت الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي فدخلت وقابلت، والحمد لله يعني إنهم قبلوني. هلا الدورة غيرت فيني كتير. أول إشي ما كنت أعرف أتعامل مع الناس، فصرت أعرف أتعامل مع الناس بسبب هاي الدورة. وهلأ أنا هون في شغلي، اشتغلت في سينابون، مبدعة في شغلي وكتير الدورة فادتني. أنا بنصح الكل إنه يدخل ويجرب لأنه الشغل مش عيب. هلأ أنا هذي في الحياة، هلأ أنا بشتغل، حاب يكون عندي يعني شغلي الخاص إنه أنا أبدع فيه مثل ما أنا بدي. بشكر مع التعليم لأجل التوظيف والمحطة نهاية فرصة.